يا دي النور يا دي النور، منورنا ومشرفنا. واحد من اهم نجوم النادي الاهلي سواء في الملعب او خارج الملعب، بالاحترام والادب والاخلاق، واللي غير كتير من يعني شكل المركز بتاعه في كرة القدم، واضاف اضافة كبيرة جدا سواء للنادي الاهلي او لمنتخبنا الوطني، نجمنا ومدربنا القدير كابتن عماد النحاس. يا مساء الفل. مساء الفل يا كابتن، اخبار حضرتك؟ منورنا طبعا. ده انا مبسوط ان انا طبعا موجود حبيبي في بيتي طبعا في قناه النادي الاهلي، واقول لحضرتك برضو منور كلنا دايما. بيتنا. طبعا منور ومبروك طبعا البرنامج، وبسم الله ما شاء الله طبعا كالعاده الحمد زي ما لله. حضرتك دايما معودنا يعني، ربنا طالما مستمر يخليك الحمد كابتن لله، وبالتوفيق لنا. دايما يا كابتن. والله طمنا عليك، اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. ايه الجديد؟ والله تواصل، يعني اقول تواصل مرضي بكثافه مع اكتر من وكيل. الاول كان الواحد مقفول شويه، لكن دلوقتي الحمد لله يعني الواحد بيحاول ان هو يتعلم شويه من 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 اخطائه ومن الحاجات اللي كانت ناقصه عنده، ان التواصل ده مهم جدا. في اكتر من حد شغال على الحمد لله اكتر من مكان، وان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله تسمع ان شاء الله اخبار ان شاء كويسه. الله باذن الله. حظك كان وحش السنه اللي فاتت. في بدايه السنه كان ممكن اقول الامور كانت كويسه، لما طلعت اول تجربه ليا بره، لما طلعت ليبيا الامور كانت ماشيه تمام، الفرقه ضمنت البقاء في الدوري، ده كان الهدف الموجود. ما كملناش الموسم مع تغيير رؤساء الانديه، يمكن الكلام ده نقلته مع حضرتك لما رجعت على طول. الشهر اللي انا اشتغلته مع نادي المولين مش على مستوى النتائج، لكن كان على مستوى الاداء الحمد لله كان الشكل كويس. اتنصحت وما سمعتش النصيحه، ولكن معلش المقاولين اللي حق العاطفه عليك. هي برضو اللي خدتني اكتر، وحبي طبعا لنادي المولين واحترامي طبعا لنادي ماشيين المولين. كويس، متصدرين وان شاء دلوقتي الله يرجع تاني دجله، باذن الله. اكيد واحنا بنحب المقاولين اكيد بصراحه طبعا يعني، يرجع ان شاء الله ونحب تاني للدوري المقاولين يرجع. الممتاز. وحصلت له الكبوه دي قبل كده، مظبوط وعاد مره تانيه للدوري الممتاز. كابتن عماد، سؤالي الاولاني، انك جربت ماتشات تقيله، ماتشات كبيره، وبدون شك ماتش العين من الماتشات التقيله، والتقيله قوي والكبيره قوي. عماد النحاس كان بيعمل ايه قبل الماتشات دي، في وسط الماتشات دي، في الظروف اللي يعني اللي بتحيط بهذا اللقاء، يعني ان انت ممكن تسجل هدف، ان ممكن الله لا يقدر يدخل مرماك هدف. احكي لي شويه الاجواء بتبقى عامله ازاي في الماتشات الكبيره. اولا من الذكاء ان انت تذاكر كويس. تذاكر انت كلاعب ولا كمدرب؟ انا بتكلم كلاعب. حضرتك بتسالني كلاعب ولا كمدرب؟ نعم كلاعب طبعا. لا لعيب في الاول طبعا انت لازم تذاكر كويس. على حسب كل واحد والمكان اللي هو بيلعب فيه. كراجل مدافع، القرايه لازم تبقى كويسه جدا للخط الامامي اللي هلاعبهم، وكمان اللي بيوصل الخط الامامي. يعني مين دايما هو المفتاح اللي بيحاول يساعد الخط الامامي لفرقه العين؟ يعني فرقه العين كمان كلها لعيبه بسم الله ما شاء الله، كلهم لعيبه محترفين طبعاً. وعندهم من نص الملعب للثلاثه اللي في الخط الامامي بالاحتياطي كلهم لعيبه محترفين، وكلهم لعيبه كبيره، سواء سفيان رحيمه او لاباكوجا، كل الناس طبعا. انا سمعت الدكتور احمد وبلاسيوس وكاكو وبلال. طبعا هما بيتكلموا بالتفاصيل على التشكيل واللعيبه. الماتشات اللي زي كده هي محتاجه هدوء، يعني هدوء. ودي برضو سمه اللعيبه الكبيره اللي موجوده في النادي الاهلي او في الانديه الكبيره. انت بتحافظ على هدوءك، بتحافظ على تركيزك، بتذاكر لكن ما تضغطش. يعني تذاكر كويس لكن ما تضغطش، تعرف التفاصيل الصغيره عند اللعيبه الكبيره، هو بيمشي بالكره امتى، بيتبص له الباص بيطلع امتى، التحرك بتاعه ازاي، بيلعب في المساحات الصغيره، بيلعب ما بين الخطوط، بيلعب مستني ظهرك يبقى فاضي عشان يروح في المساحات اللي في ظهرك. كل الحاجات اللي هي الصغيره دي، التفاصيل الصغيره، لما انت بتذاكرها من بدري بتروح تاني يوم وانت عامل قرايه كويسه للجيم. المواقف دي لما بتحصل كانها بالظبط انت عشتها قبلها بيوم، قبلها بيومين، على حسب كل لعيب وشطارته. هنا بيذاكر بدري وبيحاول يحفظ من بدري، ولا بيتاخر في المذاكره ويستنى لليله المباراه وبيستنى محاضره الجهاز الفني. هو الحقيقه المعلومات اللي عندي ان الجهاز مركز جدا اكيد، وانه امبارح والنهارده محاضرات، شغل تكتيكي جيد، دراسه، قرايه اكيد، قعد مع اللعيبه، تحفيظ بشكل جيد، في نوع من انواع التركيز الشديد في هذا اللقاء. تمام. وزي ما حضرتك بتقول يا كابتن شوبير، هو تركيز ما يوصلش اللعيب ان انا العب وانا تحت ضغط عشان احاول اطلع كل اللي عندي، لان النادي الاهلي اكيد مطالب ان المباراه عندنا في ملعبنا، المباراه في استاد القاهره، في حضور جماهير ان شاء الله يكون كامل العدد. جايين نفسيا ومعنويا من فوزنا على نادي الزمالك وبطوله السوبر وتعويض طبعا للسوبر الافريقي، بس شوف ان الحاجات دي تقدر تساعدك كلعيب داخل الملعب وتهيئك، غير لما تكون مضغوط وانت خسران. الموضوع كان صعب شويه، شفنا الكلام ده، لكن انا كان عاجبني رده الفعل خاصه في الشوط الاول. وده اللي احنا في انتظاره ان شاء الله في مباراه بكره.
مفيش مباراه النهارده في الكوره بتكون مباراه سهله. ده صحيح. كل المباريات مباريات صعبه. لكن دايما احنا مركزين في التفاصيل اللي هي الصغيره سواء كان جهاز فني او لعيب. لما تشتغل وانت اللي معاك الاولويه، الاولويه في الكوره وهي معايا، الاولويه في التحضير، الاولويه ان انا ما اغلطش. الاولويه ان انا عندي الثقه اللي بتمتد من زمايلي ومن الجهاز الفني ومن الجمهور ومن اسم النادي، اسم النادي الاهلي. نعم. اتحطينا في مواقف كتير كلعيبه سواء كل الاجيال. اصعب المواقف اللي انت اتحطيت فيها؟ ممكن كل النهايات اللي لعبتها تقريبا. نعم. مع النادي الاهلي. يعني موقف اتحطيت فيه صعب وربنا كرمك وعدى يعني. اول مواقف مع النادي كان النجم الساحلي هنا. المكسب 3-1. لان كان اصعب منه طبعا ده 2005، اللي كان اصعب كان 2007، لكن بالنسبه لي كان اول بطوله افريقيا هي اللي كان ده كان الاصعب. ده كان الاصعب طبعا. كمان لكن الحمد لله كان عندنا ثقه كبيره جدا. عملنا المباراه الاولى بشكل قوي جدا في تونس ورجعنا هنا بفوز كان قوي 3-0 كان واداء. والجيل ده في الوقت ده كان خد الثقه دي من بدري من اول ماتشات الدوري. كابتن عماد الجيل ده كويس يعني، دايما بتتكلم على جيل كلنا بنقدره بنحترمه، مش عايز اقول اسماء وانسى اسماء، لكن انت اللي هتقول عشان ما اغلطش بس، وان انا الناس بتزعل كلهم اخواتنا وحبايبنا يعني. لكن هل في الوقت ده في الجيل ده كان ممكن في لعيب او اتنين او تلاتة ممكن لو المباراة مكهربة مقفولة بتقدر بتبقى مطمن انه اللعيب ده هيفك لك اللوغاريتم الازمة دي؟ اكيد. نعم. يعني في ماتشات يعني هتقول ان خلاص متعب هو اللي ممكن يحل الظروف دي بتاعته، زي بطوله 2014 مع جريدو. 2006 مثلا. 2019 مع 2014 مع جريدو. اللي هي الكونفدراليه. ايوه طبعا. اللي هي الحاجات اللي هي 95 والدقيقه 96. نعم. وفي ماتشات انت بتقول هو مين النهارده يقدر يساعدنا اكتر ويخلص المباراه دي اكتر، هو بركات ولا تريك؟ ايوه. لا المباراه دي مباراه مدافعين، انت محتاج النهارده عماد مع وائل مع شادي مع احمد السيد، مين اللي موجود في الملعب؟ نعم. هو اللي يقدر يساعدك في المباراه دي، خاصه المباراه سواء كانت هنا او المباراه بره ارضنا يعني. وهي يا كابتن هي برضو نفس الظروف واللي هي التفاصيل اللي هي الصغيره. نعم. اللي هو اللعيب اللي ممكن في وقت توفيق ربنا يبقى هو اللي عنده الحسم في الوقت ده سواء كان دفاعيا او هجوميا، ممكن تبقى حراسه المرمى. احنا شفنا في وقت كان بالنسبه لنا حراسه المرمى يعني مش هقول بقى عنصر اساسي في ان انت تفوز بالبطوله، لا يعني بيبقى عليه اكتر من 50% او اكتر. نعم. من 60%، لان وارد في مباراه تروح علينا كوره تخلص تيجي فينا جون، والكلام ده يمكن حصل في 2007. كنا بنلعب جمهوريه شبين في شبين ماتش دوري عام. جمهوريه شبين والملعب ضيق. انا اقصد ان هو كان نهائي دوري النادي الاهلي فاز بيه في الدوري، مش نهائي دوري هو. كان فاضل لنا ماتش بعديه بس لازم تكسب ده عشان تكمل وتاخد دوري عام. كان فاضل لنا ماتش او ماتشين كان المهم لازم تكسب كل ماتشاتك يعني. و الملعب صغير بتاع جمهوريه شبين والجمهور على اخره، وهي المنوفيه معظمها اهلاويه خلي بالك يعني، بس الجمهور طبعا متحمس لفرقته وكان موقفهم كويس. وبعدين احنا مهاجمين وبنضيع اجوان، وبعدين جه انفراد، فاعتقد كان محمد حسن او حاجه كده يعني، فانفراد انا كنت بلعب المباراه دي ورجليا متقطعه يعني، كان ورم قد كده. كان مستر هولمان كان مدير الكرة والله يرحمه. كان كابتن احمد مستر هولمان كان مدير فني، وكان كابتن احمد ماهر مدرب عام. كابتن احمد ماهر ده ما بيتحركش، اللي هو ايه قاعد كده على طول، حاجه ما حصلتش يعني. فالمهم فجأة جه انفراد وانا رجليا بقول لك متدمره يعني، فربنا عز وجل اكرمني وانقذت الانفراد، هي الكره الوحيده اللي جات لي في الماتش مفيش غير هي. والمهم نزل رضا عبد العال وفي الوقت الضايع كورنر اتردت تريك شاطها جاب جون واحد. فكسبنا بيه 1-0 المباراه دي، وكسبنا الماتش اللي بعديهم وخدنا بطوله الدوري العام. فعشان كده دايما انا حتى مهما بيعمل رضا اقول لهم انا هفضل احبه عشان الجون ده. طبعا يعني في حاجات كده بتفرق معايا يعني. حضرتك دي حاجات ببطوله واللي حضرتك بتتكلم عليه اللي هو الكوره دي لو دخلت فده تاكيد لكلامك انه ممكن تجي لك كوره واحده في المباراه مش بتبقى ماتش بتبقى بطوله. علشان كده يا كابتن احنا بنقول وانت واللعيبه ما ينفعش ان احنا نقول مع بعض في الكلام اللي هو ممكن يبقى ايجابي وممكن يكون الكلام سلبي، ان انا هعيش ان كابتن شوبير هو اللي هيخلص الماتش بالظبط، وكابتن شوبير برضه حاطط ان عماد هو اللي هيخلص لنا الماتش. مزبوط. لا
الماتش هيخلص لما كلنا هنجتهد، لما كلنا كل واحد هيطلع اقصى حاجه عنده، وده كان برضو هقول ان هو بيميز النادي الاهلي، لكن كان بيميز الجيل بتاعنا اكتر. طيب خلينا في الاجيال لانه مهم جدا دائما وابدا. جيل الفافوري كان جيلك عماد وابو تريكه وبركات و وائل وشادي وشوي وحسام عاشور وشوي حسن مصطفى وشادي وإسلام الشاطر كلكم يعني دون يعني يا رب ما ننساش بقى ما ننساش اسماء يعني. عبد الوهاب هل عبد الوهاب عليه رحمه الله وسيد معوض وجيلبرتو وفلافيو والحضري وكل الناس وامير عبد الحميد وكلهم يعني لهم كل اسلام الشاطر كلهم لهم الحب والاحترام يعني. لكن دلوقتي بدات يعني المقارنات ما بين هذا الجيل الرائع والجيل اللي موجود دلوقتي ايضا الرائع. هل انت شايف انه الجيل اللي موجود حاليا قرب ولا تساوى ولا عدى الجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي اللي اياميكو يعني الاهلي بيمر عليه اجيال ذهبيه على مر الوقت؟ هو انا كطبيعتي انا كعماد ما بحبش المقارنات. حلو. لان كل جيل بيعدي على النادي الاهلي لو ما عملش اللي بيحصل ده يبقى هو اللي مصر في حاجه نفسه. يا سلام. طبعا. نعم. ان انت تبقى موجود في وقت من الاوقات في النادي الاهلي وما تعرفش تعمل الكلام ده وانت عندك كل شيء الحمد لله متاح. نعم. يبقى التقصير منك انت. فاحنا كنا محظوظين. ممكن احنا هضيف بس حاجه بسيطه ان ممكن كان المواهب اكتر. المواهب الموهبه ممكن كان اللعب الكويس اكتر. الطمانينه كانت عند الجمهور دي انا بحسها لما بكون الجماليه قصدك. مظبوط. وبحس عند الجمهور كمان ان كان عندهم راحه مع الجيل بتاعنا اكتر. رغم ان انا بشكر الجيل اللي موجود طبعا في ظل التغيرات الكتير اللي في الكوره. صحيح. والكوره اصبحت جماعيه اكتر شويه اكتر والمهاره كمان لما لما بتقل وانت كمان كلعيب في الوقت الحالي حاسس ان المهارات بدات تقل. في وقتنا شوف حضرتك احنا ذكرنا كام اسم. نعم. كل واحد في مكانه كان لوحده موهبه. احنا النهارده لا بتحس ان الاجيال لا هم بيكملوا بعض. نعم. يعني لما واحد يغيب تحس ان فلان غاب. في وقتنا كنا لا بتدور تقول لا ما هو اللي موجود لا هو ممكن يسد ولا هو هيسد وهيجيب لك بطوله برضه. صحيح. وغاب عننا ناس كتير والامور الحمد لله كملنا يعني. ففي وقت المقارنات بتكون يعني صعبه وما فيهاش نسبه عدل كبيره يعني. مره كابتن جاري الله يرحمه اتسال او ما اعرفش احنا سالناه بس انا فاكر الاجابه يعني. فكابتن انتوا صالح سليم وطه اسماعيل والفناجيلي والجهري والشربيني عزة بروس اسماء بقى عظيمه يعني. واحنا بقى كنا ساعتها بقى الجيل بتاعنا يعني وهو كان عامل ما شاء الله انجازات. جاري طبعا مدرب ما حصلش في تاريخ الكره المصريه طبعا. يعني فالفرق يا كابتن قال لهم ابدا دي عربيه مرسيدس موديل 50 ودي عربيه مرسيدس موديل 90. عجبتني الاجابه قوي طبعا. عجبتني الاجابه جدا علشان كده يعني ذكرى دايما ان كابتن جاري الله يرحمه موجوده. وعشان كده بقول لحضرتك كمان حتى الكلام قليل ومفيد. ده صحيح. ومختصر. نعم. واجابه ما فيهاش مقارنات ولا طبعا خالص. الاثنين مرسيدس بس ده موديل بالزبط. سنه وده موديل سنه. ده صحيح. لكن كان مرسيدس موديل 50 ممكن الصناعه مع الاختلاف مع التطورات اللي بتحصل في العربيات وكده. نعم. الموديل اللي بعد كده ممكن يبقى فيه المفروض يبقى فيه حاجه احدث. أيوة. او فيه حاجه اجدد. وده اللي بيحصل في الكوره بالظبط. الجديد اللي بيحصل في الكوره لكن هي نفس لان مطلوب من لعيب النادي الاهلي ان انت تحقق بطولات. مطلوب منك ان انت دايما بترضي نفسك وبترضي جماهيرك. نعم. وزي ما قلت لحضرتك ما ينفعش تبقى موجود في النادي الاهلي وما تكسبش مثلا كل البطولات. هيبقى جيل مش محظوظ يعني. زي ما انا سمعت برضو من الله يرحمه الكابتن طارق سليم لما وصلنا اول مره كاس عالم للانديه. قال بالظبط كده انا كان نفسي الكابتن صالح يكون موجود ويشوف النادي الاهلي وبيلعب في العالميه يعني. اذا كان الموضوع او الكلام ان ده كان حلم بالنسبه للنادي الاهلي. نعم. لما يتحقق في الجيل اللي احنا كنا موجودين فيه فاقول برضو ان احنا كنا محظوظين. طب يا كابتن لو كان موجود ايام حضرتك والجيل اللي حضرتك كنت موجود فيه اكيد كان هيحصل برضو. نعم. لان اللي وصلنا كاس العالم للانديه بطوله افريقيا. بطوله افريقيا حصل عليها النادي الاهلي لكن البطوله ما كانتش موجوده. صحيح. لكن حلم النادي الاهلي انت تكون موجود في العالميه. وده اللي احنا دايما بنشوفه الحمد لله ان النادي الاهلي موجود في كل البطولات العالميه خاصه كاس العالم للانديه والنهارده بالمسمى الجديد. صحيح. انتركونتيننت. تيجي نروح فاصل وبعدين نرجع بقى نتكلم شويه على ماتش العين. هتحضر ولا مش هتحضر؟ انا بحب الهدوء والتلفزيون والواحد كده كل واحد على حسب. كسرت كام تلفزيون؟ ما كسرتش بس ممكن لا اللي هو
لا. انت هادي في فرجتك؟ لا والله؟ لا انا ممنوع حد يتفرج. واولادي كمان بيعصبونا. اهلاوية متعصبين؟ بلاش متعصبين. مش متعصبين يعني. الاثنين خاصة رنا ومحمد الاثنين، وكمان فهمهم في الكورة هو اللي بتعيب اكتر. يعني فاكر نفسي ان انا مدرب بس بقى عندي اثنين مدربين اكتر. خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل بقى حوارنا ونفتح في العين مع كابتن عماد النحاس. اهلا بحضراتكم من جديد، بجد الترحيب بضيف اللي منورني كابتن عماد النحاس. تعالى بقى نروح على الاهلي والعين. طبعا. شايف المواجهه كام لكام؟ 50-50 برضه. 50-50. بعض بيقول انه الجمهور والملعب وعوامل ترجح من كفه الاهلي شويه. برضه مش هتزيد على الشغل اللي جوه الملعب. نعم. هتدي دوافع، هتدي حماس للعيبه، اهم شيء ما تديش ضغط على اللعيبه. ويمكن لعيب برضه زي ما اتكلمنا يا كابتن هو متعود على كده خلاص يعني. 50-50 لان فرقه العين اللعيبه المحترفين اللي موجودين. صحيح. مع مدير فني محترم جدا وهو كان اسم كبير في الـ في الـ وهو لعيب وهو مدرب بطل اسيا. بعد اداء قوي جدا السنه اللي فاتت وكسبان الهلال، كسبان النصر وكسبان كسبان بطل اليابان في الفايت. فالبدايه السنه دي عنده مشاكل كتير. لكن مفيش فرقه في العالم ما عندهاش مشاكل يعني. وشفنا اخيرا ريال مدريد برشلونه، ما كانش حد يبقى متخيل طبعًا ان المباراه تطلع 4-0. لكن هي 8 مع الرأس. لكن احنا بنقول هي دي التفاصيل الصغيره، هو ده الاستثمار اللي يكون فيه اخطاء. لما حصل اخطاء حسيت ان انت فعلا برشلونه فرقه كبيره جدا واللعيبه اللي موجوده لعيبه اقوياء جدا. وده دي من الدروس. انا دايما بتكلم بدي دايما مقارنات في الماتشات الكبيره لان دايما فيها دروس. المباراه ازاي تبقى مقفوله، المباراه انت واخد بالك من كل التفاصيل الكبيره والصغيره، اللعيب نفسه واخد باله من كل التفاصيل الكبيره والصغيره. نعم. احنا خدنا بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، او النادي الاهلي فاز ببطوله افريقيا بكره ثابته بجون عبد المنعم. نعم. مش شرط ان انت من تحول او صحيح. وممكن تاخد بطوله من ضرب الجزاء. ممكن تاخد بطوله من فاول من بره 18. نعم. هي مهاره خاصه. دي برضو تفاصيل صغيره. ففرقه العين فرقه كبيره، تخلينا نقول ان الماتش بكره جوه الملعب 50-50. النادي الاهلي ليه الافضليه. ممكن يكون في بعض ان شاء الله المواقف وبعض الحاجات يبقى في ان شاء الله يكون للنادي الاهلي ليه الاولويه. طيب، تجربه عملها كولر في مباراه سيراميكا ولم تنجح، قفشه مع امام عاشور، برايك لماذا لم تنجح؟ وهل من الممكن ان يكررها كولر مره ثانيه ولا صعب؟ ممكن تتكرر بس على حسب انت برضه هتلعب مين يعني. انا بشوف ان يعني بكره مستحيل تتكرر. صعب. صعب. الاثنين وجودهم في الملعب صعب. وعلى فكره برضه كابتن هي هتفرق معانا في حته طريقه اللعب. نعم. يعني وجود كوكا مع مروان خلانا لعبنا 4-2-3-1. مظبوط. وجود اكرم يخلينا نلعب 4-3-3. اكرم في وسط الملعب. ما هو اكرم كده. وجود قفشه انا بقول في وسط الملعب يا اما ظهير. وجود قفشه برضه يخليك تلعب 4-3-3 بس. هتديك استحواذ. ولكن هي عملت لنا، مش هقول ان عملت لنا مشكله. هي دايما والكره معانا هتخليك الافضل. ماشي. هتخليك عامل استحواذ كويس ماشي. لكن دفاعيا هيبقى اللي شايل الحمل اكتر مروان عطيه في نص الملعب. لما مروان واكرم ثنائيه كويسه جدا جدا في نص الملعب في استخلاص الكره وان هو يجيب لك الكره بسرعه. مروان وكوكا برضو يدوا نفس الاحصائيات في استخلاصك للكوره والاستحواذ على الكوره مره تانية. ده برضو بيفرق من لعيب لعيب. وهي دي برضو الحياه اللي هي من الحياه برضو التفاصيل اللي هي الصغيره يعني. طيب، عايز اسالك عن امام عاشور. يعني امام الموسم اللي فات تقريبا كله ما عدا عدد قليل من المباريات كان احد اهم نجوم الفريق. اكيد. الختام او البدايه ما كانتش كما ينبغي. مظبوط. خسر مكانه في المنتخب. هو كان مصاب في المباراة الأولى، ما استدعوش الكابتن حسام حسن في المباراة الثانية. وبعد كده مع النادي، صحيح المباراة الأولى سيراميكا لم يكن موفقا، لكن المباراة الثانية أنا شايفه كان كويس جدا أمام الزمالك يعني. شايف إنها حالة ممكن تعدي على لعيب وتاخد لها 3-4 ماتشات ولا ممكن تلازمه لفترة طويلة؟ لا، أنا بشوف إن هي حالة. حالة. لان صعب ان لعيب يحافظ على مستواه على مدار موسم كامل. نعم. ومع مباراه مع مباريات بدايه فتره الاعداد. نعم.
خاصة كمان لما بتيجي مع بعد راحة وضغط الموسم اللي فات كابتشوير كان صعب جدا. صحيح. وعدد المباريات اللي اتلعب. هل الأهلي أفرط في الراحات شوية يا كابتن عماد؟ اه. ممكن. الموسم السنة دي ويمكن أنا مع نهاية الموسم قلت النادي الأهلي هيقابل موسم اللي هو الموسم اللي نعم. بدأ هيبقى صعب جدا. أيه. وهيبقى أصعب من الموسم اللي فات بحكم الارتباطات اللي هيكون موجود فيها. كل سنه نفس الغلطه يعني. السنه اللي فاتت مع اتحاد العاصمه وتخسر بضربه جزاء، والسنه دي مع الزمالك تخسر بضربات الترجيح. مظبوط. نعم. لكن كان مفتاح بالنسبه لك قوي جدا ان هو يكسبك ويخليك تأدي. اه طبعا. يفتح عليك اخطاء. اه طبعا. نعم. لكن هبوط مستوى لعيب في مباراه او اتنين مش هيكون مقياس في بدايه الموسم يعني، خاصه ان هو ادى بكفاءه عاليه جدا الموسم اللي فات. وهو ممكن يقدر يرجع باجتهاد اكتر بمسؤوليه اكبر جوه الملعب وباصرار اكبر. هو امام عايز يجيب جون مستعجل يعني. انا شفت كده في مباراه، هو حظنا بس ان هو بدا في مباراتين الزمالك. نعم. فهو عنده حاجه شخصيه يعني، انا بحس ده احساسي كلعيب ممكن كمدرب، ان الحاجه دي هي اللي هتفوقك، الحاجه دي هي اللي انا بشوف ان البطوله دي ان شاء الله تكون ان شاء الله ريحته على المستوى النفسي. لا صحيح. اللي ترجعه احتفاله كان صارخ. انا بشوف كده برضه ان هي ترجعه ان شاء الله لحالته الطبيعيه في اللعب. طيب خليني اسالك عن قفشه، وانه احيانا كتيره جدا كولر بيقول للمقربين انه عنده قناعات تامه بقفشه، بس هو بيقول انه بديل ذهبي. طبعا. يعني انا يا جماعه، هو دايما يقول لك يا جماعه بالنسبه لي قفشه ده لعيب مهم جدا لكنه بديل ذهبي. هل تقتنع وتأيده؟ طبعا جدا. بس اللعيب عايز يلعب اساسي. وهو كده اساسي. هو كده اساسي. حلوه دي. طول ما هو اساسي في دماغ المدرب يبقى انت لعيب اساسي. حلو الرد ده. حلو. في وقت يا كابتن لما يكون في حوار ما بينه وبين اللعيبه ان انا عندي اللعيب الاحتياطي اهم من اللعيب الاساسي. لان انا ممكن المباراه المنعطفات اللي فيها والتغيرات اللي فيها بتبقى كتير. صحيح. لو انا ضامن زي ما مستر كولر كده ضامن تغيير تافشه، فكم مدرب عنده التغييره دي، التغييره اللي يقدر يساعدك وانت كسبان وانت متعادل وانت متاخر او خسران مثلا. فكمدرب انت بتفكر في ال 90 دقيقه، اللاعب بيفكر في الوقت اللي هو انا عايز ابتدي. ده صحيح. انا عايز العب. لكن المدرب بيفكر في المكسب كامله. نعم. طبعا. ولما يكون عندي حل المفروض انا كمدرب ما اخسروش. حلو برضه. يعني انا عندي حل، انا المفروض ان انا ما اخسروش. ومش هقول عن تجربه، هو طبيعي ان هو لازم يبقى مقتنع ان هو لعيب اساسي. ايوه. انت رقم واحد في دماغ المدرب. والجمهور بيشك. طبعا. نعم. وكمان هو عنده حته يعني كبشه برضه يا كابتن بترجع للشخصيه. ايوه. ولشخصيه اللعيب. هو في طبيعته هادي. ايوه. وبيجي وقت ربنا بحس ان بيوفقه هو لشخصيته هو. ده صحيح. عشان طايق. مثلا جون ماتش بيراميدز 3-2. جون الزمالك. نعم. جون سموحه. جون سموحه. نعم. بيتحط في مواقف اللي هو لو انت حاسس ان انت سيراميكا اللي انت لو ما لعبتش لو انت ما بداتش وما كنتش لعيب اساسي، بس ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك. نعم. وعلى فكره بيكافئك انت وبيكافئ المدرب برضه. ده صحيح. فهو دور ولازم ابقى مقتنع ان هو بالنسبه له دور مهم. لو بدات مفيش البديل اللي يعمل نفس الشغل بتاعي. طيب خط الهجوم صداع عند جمهور النادي الاهلي. يا ترى يا هل ترى حد يقول لك في اليمين بيرسي وفي القلب وسام وفي الشمال حسين، حد يقول لك في اليمين طاهر وفي القلب وسام وفي الشمال رضا سليم، حد يقول لك في اليمين عمر كمال وفي القلب وسام وفي الشمال حسين او رضا سليم. احكي لي لو انت مدرب هتفكر ازاي؟ سيناريو المباراه يكون عامل ازاي؟ نعم. انت هتعمل ضغط عالي وهتستخدم مين في الضغط العالي ومين قوي في ان هو يقدر يستخلص لك الكوره، خاصه احنا في الضغط طريقه اللعب بتتغير ل 4-4-2. نعم. وبتطلع بوسام لما يكون موجود مع مين في نص الملعب؟ حضرتك قلت لي مين في نص الملعب تاني؟ عندك امام؟ لا امام هو بيطلع هو وامام عشان الاربعه يبقوا فلات في ظهرهم وتحاول تعمل ضغط عالي عشان تستخلص الكوره. هو الصداع بس هو مين الاجهز؟ يمكن احنا عشان ما لعبناش عدد ماتشات كتير. نعم. فما شفناش مين الاجهز يعني. بيرسي تاو لعب كويس وهو تيجي وقت تقول ان هو برده مش بيرسي تاو بتاع السنه اللي فاتت. ده صحيح.
طاهر مش هقول ان هو فاجئك، طاهر كان عنده المستويات دي خاصه في الماتشات الكبيره. طاهر حاجه جميله بصراحه، لعبت راس حرب ادى، لعب جناح ادى، ودايما يا كابتن عماد لما اسال يقول لك احسن واحد بيتمرن في دي الفريق. اهم شيء في لعيب الكوره. اهم شيء في لعيب الكوره عمر تمرينه يلعب، يتشال بره القايمه، يبقى اساسي، يبقى احتياطي، يبقى بديل ثلاث دقائق، ما يسافرش مع الفرقه، يقول لك تمرينه لعيب بروفيشنال 100%. اهم شيء في لعيب الكوره مش هقول برضو الاجهز والبدايل ومستر كولر بيفكر في المباراه ازاي. عماد النحاس هشتغل مدرب الاهلي بكره، هشتغل على تحولات. نعم. كلهم هي يأدوا. نعم. هيبقى فارق بس هشتغل ما بين الخطوط، يبقى انت عايز حسين رقم واحد ماشي، وبيرسي تاو وبيرسي اشتغل جناحين وجري، وعايز حد لو في مساحات يقدر يروح ويرجع ومراوغات واحد ضد واحد، رضا سليم وعنده سرعات وهكذا طاهر. مين يشتغل على الجون افضل في الفينش مع وسام، لو وسام في رقابه، واحنا بنتكلم على دايما على فرقه العين في الفتره الاخيره. نعم. ان من اضعف الخطوط بالارقام بتقول ان خط الدفاع. نعم. لو انت ما استغلتش الكلام ده، لكن ما ينفعش ان انا اقول ان انا هلعب على نقطه ضعف وانسى نقطه القوه. نعم. فلازم التوازن بيكون موجود يعني. مين حالته النفسيه يقدر هيديلك ويديلك كام وقت، ومين من اللعيبه يا كابتن زي ما كنا بنتكلم على قفشه. مين بيبقى عنده حاله الرضا وهو قاعد. نعم. لما ينزل يعمل لك فرق. لكن هو قاعد هو كان حاسس باللي احنا بنقول عليها مش موجود عند قفشه، ان انا زعلان، ان انا عايز ابتدي، وان انا لو ما بداتش ممكن تاخد من التفكير اللي عندي. كل ده برضو في دماغ المدرب، فاكيد مستر كولر مع الاجتماعات اللي بتحصل مع اهميه المباراه بيوصل كل اللعيبه لحاله الرضا دي. ما خدتش منك اجابه، لكن اجابه نفس التشكيل، كولر نفس التشكيل، وسام الماتش اللي فات، وسام، طاهر، حسين الشحات. طيب خلينا نروح بقى اسالك عن عماد النحاس. كان اميج بيسموك ليبرو ولا كنت مساك ولا سيرتباك ولا اسماء بتتغير؟ ليبرو. لا ليبرو. ليبرو بس دلوقتي بقى اسمهم مساكين. فالاثنين المساكين بكره رامي وياسر غالبا ان شاء الله، ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. لكن عندهم سفيان رحيمي، عندهم كاكو، عندهم بلاسيوس، عندهم محمد عباس في الجنب الشمال. تمام. فعندهم لعيبه هدافه، عندهم سرعه او لكن خلينا نتكلم في حته القلب، ما بين كاكو، ما بين سفيان رحيمي، ما بين بلاسيوس، ايه الدور المطلوب من ياسر ومن رامي في المباراه دي؟ كيفيه رقابه الهداف الاخطر سفيان رحيمي؟ كنت برضو اتكلمت مع حضرتك في حاجتين يعني. نعم. هو سفيان رحيمي عنده ميزه كبيره جدا طبعا. بيعرف يلعب جناح كويس جدا وراس حربه كويس جدا. اكتر ميزه عنده السرعه. نعم. واكبر ميزه المساحات. كل ما المساحات هتكون ضيقه والرقابه تكون اعلى، بدون اخطاء تقدر ما بين ياسر مين يمسك مين يبدا يعمل كفر. لكن احنا بنتكلم على صراع بكره ما بين الاربعه المدافعين، سواء وجود ياسر ورامي واكرم ويحيى. بشوف انه في مباراه الزمالك الاربعه نجحوا بنسبه كبيره في الحد من خطوره. نعم. ناصر عبد الله السعيد وعبد الله وسيف الجزيري. نعم. وزيزو. نعم. بكره الامكانيات شويه برضو مختلفه طبعا. رايل كاكو ده لاعب كويس جدا طبعا. بالكوره بيشتغل فردي، المفروض مع الخط الدفاعي مسانده مهمه جدا من مروان، ودي ميزه كبيره جدا عند. نعم. مروان. وعلى حسب برضو انت ضغط عالي ومقربين الخطوط وفي مساحات، ولا هيبقى عندنا حذر وانا بشوف ان ده بنسبه كبيره هنكون كده. كنت تحت الكره اكتر. مش هنسيب المساحات، مش هنديهم ميزه هم عايزينها. طيب الوقت الاضافي في صالح الاهلي ولا العين لو المباراه امتدت؟ واكمل لك تخشيش. هم لاعبين ست مباريات في الدوري، انت ما عندكش ولا مباراه في الدوري. هم لاعبين ثلاث مباريات أو اربع مباريات في بطوله اسيا. في اسيا. احنا لاعبين مباراتين جورمايا، ولاعبين مباراه سوبر افريقي زمالك، ولاعبين مباراتين سوبر مصر. برضه بالنسبه لها هتبقى 50-50 يعني. بشوف النادي الاهلي، ما احنا يعني ظهر الكلام ده الماتش اللي فات. لكن برضه مع الاصابات تقلع، خاصه ان في اماكن البدائل اللي فيها لا ما عندناش غير خالد عبد الفتاح يعني، اللعيبه كلها حتى اشرف داري جاهز من فضل. يعني ان شاء الله اتمنى المباراه تخلص في وقتها الاصل لينا ان شاء الله. كهربا هل ممكن يكون له دور بكره؟
انا واحد من الناس اللي مبسوط ان المشكله اتلمت بسرعه، وبحيي طبعا الكابتن رمضان. برضو من افتقدنا الحياه اللي هي الكبيره الجميله، اللي انت قرار صارم حاجات كان يعني ده صحيح مهمه جدا. اوضه لبس في النادي الاهلي معروف عنها دايما الالتزام، لكن هي بتزيد التزام جوه اوضه لبس برضو، ولسه بنتكلم على اختلاف الاجيال. لكن كهربا يمكن انا قابلته من يومين. قابلته؟ قال لك ايه بقى؟ لا الحمد لله الامور تمام، وهو هادي يعني، هو حسيت ان هو متقبل جدا اللي حصل. خلي بالك هو مقتنع انه يستاهل. ودي انا حسيتها فعلا هو من كلامه. مقتنع انا انه الحمد لله يستاهل الامور تمام. والحقيقه كمان هو طلع بمكسب، انه اللعيبه كلها تعاطفت تعاطفت معاه وحاولت بكل الطرق. هو والمكسب الاكبر انه كابتن رمضان صمم على مظبوط العقوبه، وبالتالي عرف انه لا مش هينفع، لكن حس بمدى حب اللعيبه. بس طبعا ومدى احترام كابتن محمد رمضان، الموضوع خلص على طول. اكيد طبعا، ولما الموضوع كده يتلم بهدوء برضه هتضيف برضه قوه اكتر وترابط اكتر ما بين حتى كولر حط ما بين امبارح اللعيبه. هو وراه كهربا، فصورة يعني مقصودة يعني، كان ذكاء من راجل يعني. أكيد وجود كهربا برضو مهم. مهم. أنا الموقف نفسه كان مزعلني، إن أنت كهربا لعيب مهم في الفرقة، وكمان من اللعيبة الكبيرة اللي المفروض أنت الجمهور بيحبه، ومن أكتر يا كابتن الناس الداعمين جوه أوضة اللبس. ده صحيح. فالمشاكل الصغيرة دي ما ينفعش تخرج منك أنت. ثانيا أنت المفروض من اللعيبة الكبيرة اللي تستحمل الضغط ده. ضغط اللعب وعدم اللعب، انا بدات انا ما بداتش، اتحط لعيب مكاني، لان انت خلاص وصلت لسن لكن لما يسمح كلمته كان بالكلام. قانع يعني، جدا مقتنع جدا جدا، وان شاء الله بتمنى له التوفيق لو شارك باذن الله بكره، ويفرحنا زي ما كان يا رب. فرحنا دايما. دايما اسالك سؤال واحب اكرره دايما، عماد النحاس اللي تولى الاداره الفنيه لعدد كبير من الانديه سواء داخل مصر او خارج مصر، لو النادي الاهلي طلبك، السؤال ده مكرر دايما، وحضرتك عارف ان الرد مكرر، وعارف ان الرد مكرر بس ممكن الدنيا لا بتتغير لا يعني. لا لا، لو النادي الاهلي طلبك في منصب رجل، هو انا مش فاهم الناس بتفهمها ازاي، عشان بس الناس اللي بتحب تربط دايما الاحداث يعني. هو حضرتك في السؤال بتقول النادي الاهلي طلب، نعم، بس وانا دايما بقف عند ما بكملش نعم. بال الحوار خلاص. فين؟ على حسب النادي الاهلي هيطلب ازاي، والمكان وايه الاختصاصات اللي هتكون مطلوبه منك، واكيد هتبقى ثقه كبيره من النادي. نعم. وان انت جاي بقى ليك دور. نعم. وده دايما ده الرد صحيح. بتاعي بس. فالموضوع سهل وبسيط يعني. جاهز لو اقر واعترف؟ طبعا اقر واعترف مع كابتن عماد النحاس. كابتن عماد النحاس، تقر وتعترف ان اتهامك بالتفويض للنادي الاهلي هو اتهام ساذج ووقح؟ ساذج بلاش، انا معلش. لا وقح. يعني انا اللي بقولها مش انت اللي بتقولها. انا يعني اللي بسال، مش حضرتك اللي بتسال يعني. لا طبعا يعني لما تتهم واحد في شرفه صعبه جدا بصراحه، وبهي يمكن انا رديت على الكلام ده كتير بسخريه اكتر من 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 ان انا يبقى فيها في لفظ يطلع مني، ان هو لان ما ينفعش ان انت تتهم حد بحاجه زي كده، خاصه دي مهنتي، وده شغلي اللي بيدخل لي فلوس باكل بيها اولادي، فصعب ان انت تاكل اولادك من مال حرام يعني. بص، هو الاعداد بيجاملك في السؤال، بس انا هشيل المجامله بحرفين بس. هو كاتب تقر وتعترف انك لا تتحمل، فانا بقول لك تقر وتعترف انك تتحمل مسؤوليه هبوط المقاولين العرب من الدوري الممتاز الموسم اللي فات. اتحمل؟ هم كاتبين لا تتحمل، فانا قلت تتحمل. انا شاركت في الـ في الـ في الـ في الـ في الوقت الصعب. نعم. اللي كان ممكن سهل ان انت ترفض. انا قلت لحضرتك ان هو الموضوع ان انا برضو ما خدتش بالنصيحه والعاطفه، لكن هو درس بالنسبه لي. لكن بدل وافقت واشتغلت، فكان نفسي النادي المقاولين يقعد، وبدل ما قعدش فطبيعي ان انا مع كل المدربين المحترمين اللي اشتغلوا كلنا شاركنا. تتحملوا جزء من المسؤوليه.
تقر وتعترف انك حزين بسبب عدم عملك داخل النادي الاهلي في اي منصب فني او اداري حتى الان، رغم انك انت وليت منصب في انا اشتغلت مساعد مدير كوره ونائب رئيس قطاع الناشئين في الوقت من 2009 2010 ل 2014 وبعد كده بدات المسيره الرائعه وبعدين الحمد لله 2014 بالظبط بدات المدرب. لا طبعا مش زعلان ولا لان انا اللي موجود اهلاوي ولما يجي حد تاني كلنا بنسلم بعض ولا سنه الحياه يعني. الاهلي حاول كتير جدا عشان يضم عماد النحاس، لكن تقر وتعترف انك شعرت بالصدمه لما الاهلي قرر عدم التجديد او الاستغناء عن عماد النحاس؟ التبطيل بشكل عام. التبطيل ما خدت وقت عقبال ما فوت من الصدمه. ايه اللي حصل؟ بعد 2 رباط صليبي حسيت ان وكمان التأهيل يعني انا عملت العمليه الاولى بره وبعدين حصل فيها مشكله والتأهيل ما كانش افضل شيء، وبعدين اتعورت مره ثانيه، وبعدين قررت ان انا في التوقيت اللي كان النادي بيلعب فيه كاس العالم للانديه في 2008 في اخر 2008 ان انا اعمل العمليه هنا وطلعت اتأهلت بره. الصدمه ان انا لما رجعت من التأهيل وكان شهر او شهرين وتبدا تنزل الملعب مع تغيير مستر مانويل جوزيه سابنا في الوقت ده ومشي تقريبا راح انجولا 2010 فكان القرار ان انت في جزء صعب وفي جزء يهون عليك الامور اللي هو ايه الصعب ان انت تبطل بس هتشتغل في النادي. فشفت ان العرض ان انا موجود في النادي هو كان اللي صعب عليا ان انت تبطل، لان فكره التبطيل يعني الفكره نفسها ان انت تبطل يعني بس كان وفي نفس الوقت قال لي لو هتقدر تلعب كنت تقدر تلعب تقدر. في الوقت ده كان صعب، حاولت لكن كان صعب بصراحه. انا حاولت يعني حاولت واتمرنت وخدت وقت في التمرين، لكن حسيت ان انا اللعب يمكن الفتره اللي انا قعدتها اتمرن دي لا هي اللي ادتك القرار. كان قاسي بس صحيح في الوقت ده قاسي بس صحيح. تقر تعترف ان جيل اللاعبين الحالي هو افضل جيل في تاريخ النادي الاهلي؟ جاوبنا من خلال الحلقه بس تجاوب تاني. ما احنا قلنا يعني موديل 50 بيبقى ريقه يعني طبعا امتن، بيبقى امتن شويه مش اجمل بس لكنه اكثر متانه يعني. العربيات دلوقتي جت تتغير لها فانوس، تغير لها مش عارف يتغير لها مثلا تغير لها شكل. شوف برضه العربيه موديل زمان شديده ولا شديده. تقر تعترف انه ما عندكش مانع من لعب دور الرجل الثاني في اي جهاز فني بالنادي الاهلي؟ حضرتك ردينا في السؤال هو نفس السؤال يعني. اخر سؤال مش عايز تجاوب عليه ما تجاوبش. تقر تعترف انك تتحمل مسؤوليه خساره الاهلي نهائي دوري ابطال افريقيا امام النجم الساحلي بعد حصولك على كارت احمر؟ لا طبعا، لو كل لعيب هياخد كارت احمر ويبقى هو اللي يشيل مسؤوليه، بقى المسؤوليه واضحه وصريحه كانت للعرجون بقى يعني ربنا مع ان خلي بالك ده من الحكام الرائعين هو لم يكن موفق خالص، ما كانش يوم خاصه حتى بعد حاله الطرد كان لينا ضرب الجزاء مظبوط سامح حسني وقبل الطرد كان لينا ضرب الجزاء مزبوط. يعني في الحالتين هو ما كانش يومه في الوقت ده او في المباراه دي بالظبط، كان المباراه من يومين مثلا بدل حضرتك فتحت لحد دلوقتي طبعا السيناريو المباراه كان صعب الضغط اللي كان علينا برده كان صعب جدا من المباريات اللي انا اتعلمت منها كتير لان عشان كده كان كل كلام مع حضرتك في البدايه ده صحيح. الهدوء والصبر لان من الماتشات اللي انا اتحطيت فيها تحت الضغط برده ويبان عليا اكتر في احراز الهدف هدف التعادل لان انت مش حاطط بس احنا خلي بالك مظلومين من هناك في الكارت الثاني البركات وضربه جزاء ما تتحسبش ومنع يعني متخيل بقى كابتن تاني وبركات ما لعبش الماتش اللي هنا وكانه يعني كانت مرسومه هي والبطوله الثالثه ورا بعض لا متتاليه اللي هي برده ما حصلتش رغم تفوق النادي الاهلي هتلاقي في كل اربع سنين ثلاث بطولات بس مش ورا بعض سنتين وتخسر بطوله تاخد ترجع تاني وحصل معانا نفس الكلام برده في الجيل ده. لو انت مسؤول في النادي الاهلي تتعامل ازاي مع موضوع علي معلول؟ يعني امبارح كابتن محمد رمضان الحقيقه الراجل طلع قال لك انه علي مكمل معانا السنه دي وان عقده احنا ملتزمين بيه ومستنيين حالته ان شاء الله لما يرجع بالسلامه ومتوقف على حالته ده اتفاق بيني وبينه وانه العقد بيبقى سنه بسنه مظبوط ففسر وفهم انه دي اخر سنه علي معلول مع هو كده النادي الاهلي وانا طلعت ووضحت الحقيقه لا هو انت هو يعني وجود يحيى او علي طبعا واحد من الناس اللي عمل اضافه كبيره جدا 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 واتحط من ضمن اساطير النادي يعني صراحه علي اضافه كبيره حاجه عظمه طبعا 8 سنين ولا افضل ولا احسن من كده في البطولات والاداء وكانه في النادي من 20 30 سنه من مدرسه الكوره
فليه طبعا كل التقدير والاحترام. وفي نفس الوقت يا كابتن زي ما كنت لسه بتكلم على عماد نعم. ان انت تمشي من النادي او ان انت تحس ان مسيرتك مع النادي خلاص بتنتهي نعم. بيبقى موقف صعب طبعا، ولكن النادي الاهلي دايما مقدر اكيد كل ولاده بما فيهم طبعا علي معلول. الكلام كان كويس، بس الناس خدت الجزء اللي في الاول بس نعم. ما خدتش الجزء الثاني، بمعنى ان علي النهارده راجع من الاصابه، ممكن يرجع بحاله فنيه كويسه جدا، والنادي الاهلي يحتاج ويجدد سنه كمان، والكل منتظر. الناس ربطت بس الجزء الاولاني وربطت كمان جزء اكبر بالتعاقد مع يحيى عطيه الله، وبس انت كنت مضطر اكيد طبعًا. ويحيى برضو لعيب كبير وان شاء الله يكون اضافه كبيره ويكمل مسيره المحترفين اللي كانوا موجودين في المكان ده، بدايه من نعم. جيلبرتو وبعدين علي معلول نعم. يمكن المصريين بقى برضو نفس الكلام عشان دخلنا في اللعيبه المصريين في المكان ده من اول نعم. الكابتن ربيع ياسين وعماره وسيد معوض وعبد الوهاب نعم. والناس اللي شاركت هنا هي دي سنة الحياة طبعا. ليك طبعا كل التقدير من كل الأهلوية نعم. إن شاء الله يرجع بحالة فنية كويسة جدا إن شاء الله، ولو تجديد سنة كمان مش هيبقى فيه مشكلة بالنسبة سنين. للنادي 10 سنين مفيش مشكلة طبعا بنفس الكفاءة وبنفس طيب. ما حصلش، فأكيد علي برضو بيكن لمصر بشكل عام وللنادي الأهلي طبعا بشكل خاص كل الاحترام طيب. قبل ما أخد السوشيال ميديا، انشيلوتي خد احسن مدرب في العالم، ريال مدريد خد افضل نادي في العالم، ايميليانو مارتينيز حارس مرمى الارجنتين خد افضل حارس مرمى في العالم، لامين يامال خد افضل لاعب شاب في العالم، يتبقى بعد قليل الاعلان عن من هو افضل لاعب في العالم، واللي هيعلنها جورج وايا اسطوره الكره الافريقيه، وكان رئيسا لليبيريا لكنه ما بقاش رئيس دلوقتي لليبيريا، وصديق عزيز جدا على فكره. وللامانه الشديده حتى لما تولى رئاسة الجمهورية هو يعني كان عندي الرقم بتاعه، فتواصلت معاه يعني أكتر مرة، فلقيته بيرد بمنتهى البساطة والجمال، هو شخص من الشخصيات الجميلة. يلا بينا على السوشيال ميديا. يلا بينا السوشيال ميديا مع كابتن عماد منال. رندا مساء الخير يا ملك الإعلام، وبمسي على الخلوق عماد النحاس. سؤالي هو من وجهة نظر فنية، هل تعتبر تغيير مراكز بعض اللاعبين لتنفيذ استراتيجية معينة مغامرة غير مضمونة، خصوصا لما تكون مع أكثر من لاعب؟ سؤال حلو. مع أكثر من لاعب؟ يعني بتغير المركز ده بتحطه في اليمين وده بتحطه في الشمال، لو هيفيد طريقة اللعب وهيأدي، يعني أكرم بيلعب في نص الملعب كويس يلعب باك رايت مفيش مشكلة، هو باك رايت بيلعب في نص الملعب كويس مفيش فيها مشكلة، لكن الناس قصدها برضه إمام عاشورتهم جاي مودي ناحية الشمال مثلا. إمام كان برضه إمام هو جناح برضه في الأصل، بس يعني لما يسيبها، لكن بدل في وجود حسين وفي وجود ممكن بدلها تضعف يبقى بلاش، ما ينفعش أضعف خطين ماشي، لكن ممكن أدي قوة لخطين طبعا ماشي. يلا أم محمد منار قناة الأهلي، يا كابتن عماد الأهلي يعمل إيه عشان يكسب مباراة بكرة؟ إن شاء الله. ورأي حارس الأهلي برضو والتشكيل أمس، رأي حارس الأهلي اللي هو أنا ولا البرنامج؟ ما أنا مش عارف، وأنت أنت محمد وعامل باسم الوالدة يعني. المهم الأهلي يعمل إيه عشان يكسب؟ تشكيل أمس قلناه تقريبا. طبعا نعم. استثمار الفرص والأخطاء ده مهم جدا. برضو وأنت بتفكر في المكسب إزاي تقدر تحافظ على شباكنا تكون نظيفة، أهم حاجة، أهم شيء طبعا حفاظ على عشان نعرف نكسب إن شاء الله. اللي بعد، هبة سيد مساء الخير يا كابتن، تحياتي لحضرتك. سؤالي للكابتن الخلوق عماد النحاس، توقعاته لمباراة الأهلي أمام العين، وهل لو تعرض عليه أي منصب في النادي الأهلي هيكون إيه موقفه؟ الراجل قال أنا موافق. توقعاتك؟ بتمنى طبعا إن شاء الله فوز النادي الأهلي، نتمنى كلنا نتمنى إن شاء الله. توقعاتك أنت إيه هبة؟ توقعاتكم أنتوا إيه؟ ما هو ده مهم جدا. اللي بعد، عبد الله رضوان سلام عليكم كابتن شوبير، سؤالي للكابتن عماد، افضل ثنائي دفاعي في الموسم الجديد للنادي الاهلي، وهل الاهلي محتاج مدافعين اخرين ولا الموجودين يقدروا على استكمال الموسم؟ توقعاتك ايه للاهلي في الموسم ده؟ حلو والله. سؤال جميل طبعا. افضل ثنائي دفاعي هو حاليا اللي موجودين رامي وياسر. يوسف ايمن شفناه في الوقت اللي لعب فيه بدايه كويسه طبعا، خاصه مع الضغط اللي هو كان فيه، لسه مستنيين طبعا رغم ان احنا عارفين امكانيات اشرف داري، لكن يعمل ثنائيه مع مين يعني؟ انت رايك ثنائيه مع رامي ولا مع ياسر ولا انا بشوف ان هم الاربعه هيبقى عليهم عامل كتير، ده انا بالعكس انا هاخد الجزء الاخير ان ممكن ان انت تضيف مدافع خامس في ضغط المباريات اللي هيكون فيها النادي الاهلي. نعم.
رودري افضل لاعب في العالم، كانت توقعات كلها فينيسيوس جونيور لكن اخذها. تسريب النهارده كان بيقول كده الصبح رودري بقى هم بيتصوروا قبلها فبيبقى حصل تسريب، فاعتقد انه في استفتاء الفيفا بقى فينيسيوس جونيور ممكن ياخدها. طيب استكمال توقعاتك ايه الاهلي اللي في الموسم ده؟ موسم صعب بدا طبعا بخساره ومكسب، بطوله وبطوله. بطوله الدوري هتبقى فيها صعوبه كبيره جدا في وجود منافسه قويه مع نادي الزمالك ونادي بيراميدز. في افريقيا برضو نفس الكلام. صحيح. فموسم مش هيبقى سهل. مش هيبقى سهل. اللي بعد حمدي الجلادي، صح كده؟ زمان كان قلبي الدفاع منهم مساك يملك القوه في الالتحام مع فنيات اقل، والاخر ليبرو متاخر بمقدار متر خلف المساك يمينا او يسارا حسب تحرك مهاجم المنافس، وكان هذا الليبرو ذو فنيات عاليه ما بين قوسين يعني عماد النحاس وربما بقوه بدنيه اقل. اليوم اصبح قلبي الدفاع يمتلكان قوه بدنيه بفنيات اقل، ما رايك ايهما افضل؟ والله سؤال جميل. يعني لما كنا بنلعب بليبرو زمان يعني مثلا ايام كابتن حسن حمدي قدام كابتن مصطفى يونس او كابتن ماهر همام، اشرف قاسم مثلا وقدامه هشام يكن، على مر التاريخ بقى عماد النحاس كان قدامك مين؟ احمد السيد وائل جمعه وشادي. نعم شادي. سؤال كان وحش. هو انا بس هرد يعني هاخد كوكتيل ما بين الاثنين، يعني حتى الاثنين النهارده في العالم كله لازم يبقوا لعيبه كوره. ايوه. لو احنا بنفتقد كده اللي احنا بنفتقدها من وانت بتبني من اول البراعم وانت بتربي الولد ان مفيش خوف وتعمل بيلد اب عادي وتقول له ده امور سهله وتلعب معاه تشارك معاه حارس المرمى، الكلام ده زمان ما كانش موجود كتير. ده صحيح. لو الاثنين عندهم القوه البدنيه النهارده تغيير مركز حراسة المرمى رقم واحد في حتة الطول والأرقام متر 85 لا متر 90 لا دلوقتي بقى نفس الكلام دلوقتي كابتن شوبير، بس الناس تلاحظ بس إن لعيبة أوروبا بالكامل المدافعين بقوا أطوال بشكل ده صحيح متر 90 وحاجات كده ما كانتش موجودة زمان يعني. نعم. فالقوة موجودة وهتلاقي المهارة موجودة برضه. نعم. بس يعني ايهما افضل؟ واحد متاخر شويه ولا خلاص؟ لا هو واحد، هو يقصد انا فاهم السؤال. نعم. ان هو واحد عال وواحد عضلات يعني هو هو بدماغه كده يعني انت كنت العقل. يعني واحد عال وواحد عضلات وائل او احمد السيد هو أو شادي هو بيقول دلوقتي الاثنين بقى اقوياء. نعم الاثنين بقى اقوياء. لكن نعم. هو المطلوب دايما يعني دايما بس برضه ستيل هتلاقي برضه رامي هو العقل شويه وياسر العضلات اشرف داري وعبد المنعم لما كان موجود برضه نفس الكلام بدري بانون لما كان موجود كان نفس الكلام فهي في كل خط دفاع هتلاقي كده برضه. ناخد اخر سؤال يلا. هاني احمد السلام عليكم نظر الاعلام، سؤالي للكابتن عماد تقييمك ايه للدقائق اللي لعبها يوسف ايمن في السوبر وتحياتي لحضرتك. ان شاء الله تكون بدايه مبشره يعني ان شاء الله كانت مبشره يعني ان شاء الله يعني لك لسه بدري طبعا يوسف طبعا جاي من قطر الدوري مختلف والتنافس هنا برده مختلف واللعب في النادي الاهلي مختلف. نعم. لكن فرصه بالنسبه له انه موجود في دفاعات النادي الاهلي انه يقدم ان شاء الله اكبر مستويات ويرجع تاني نشوفه في منتخب قطر ان شاء الله. نورتنا. لا بشكرك وشرفتنا واهلا بيك دايما في بيتك. انا بشكرك كابتن طبعا ودايما متالق ودايما كده ان شاء الله نشوف مع حضرتك وقت افضل واسعد في البيت. تسلم يا كابتن. تسلم. بشكرك شكرا جزيلا كده. تمام عايزين حاجه؟ سلام.